بسم الله الرحمن الرحيم وحن أغاني هدان وحين قدقان أما إرقادان حقيقة رادين تهيد باشا أحمد هرتيتين يديشيشة وحن أغاني إنتان جوغنو هرتا أسانم وحل إرادو هرتا إناني نولين إناني مقام دولد نما كن نولين إناني مقع كن نولين إناني اعتراف كن نولين وحي هلكن نووي كتغيان وحل إري مرّاقو جير مرّاقو جيلال بارّاقو مرّاقو يوضاقال كنو كل يقول لمانا يا أسانا منوّي تغيسا ووي اسكاقوريا نغندون تاويحي كهارا وحي سيرنبكو تهي قبول لدا أما بيالها ولي أسي يغانا جمهوريا دباراكايسا كنو البرعاء يهرقيسا يونيك المدحويرها إسماعيل عمر قيلي صدح دا مقالو جبوتي وحي ويقانا جمهوريات براك انتا سي نبكو هايسا هدي ولي ويقاني المدحويرة براك هايسا يو جمهوريات براك هايسا وحا نكلو اغاني SNC انا نوش هاي كرامة انا نوش هاي عردي انا نوش هاي وحا او هيلين ايانا ماها هيل ولا لها كلية ماها دل كودي بيكو دقال لما يان دين تودا فرايسا وي قوبان نبا دقال لما يان وي حرية دقال لما يان isaaq heer isaaq dib dib uma geysan burburkii Soomaaliya kama ay ma birilaqaysan bad iyo buur iyo cirtoona wax way kuma xad gudbin waxyaabo badan oo uu heelinay ayaa jira marka saas ay u guuleysanaysa guul baan leenahay guul iyagana waxaan kula dardaarmayaa way ku guuleysteen gilgilashadii SNM way ku guuleysteen kaliya guushii waxa uu hadhay guushii siyaasadeed baa uu hadhay وانا لا تمن تابنا وانا لقر بقلنا إن شاء الله بسم الله مقعي وسعاد عبد السلام ياسين وحن كسو قناه مقالة لاس عانود إن سومالي لاس عانود إنه كسو الله بطوا وحن مرنا بدعين وانا وحن صولة من دونين نبك أي نوغي ستي وحيلة نوغي ستي وحن مرنا بإله وإن ما وايا يقى سومالي نب نوغي ستي ودهان أو بين لكن أنا ديارت بين أي ميل سارتين لكن أنا قلت نوغي ستي مرنا بإله وإن وح معقولة أما دعكر إنه صولة أفتان أما لاس عانود كتل سومالي ووحن معقولة هين مرنا نوصو نقرنسو واح دعكر أنا ما دمان بلشدة غير لاس عانوت وأن مان تهلك عن كسوة بوغني كوي اللباتن إشو كدب وولي وصعدو دباته دي إيكا صعدو رنتي وحنو أركا مامل كسومالي لان وحكو تلق غري مدحة سومالي لان إن مغالا لاس عانو إيسان وحبأ الرئيبين wax allaale ay dadkii ay ku laayeen ee ay ku guriyihii ay ku dumiyeen ee dadkii ay ku dhaawaceen korontadii ay gubeen biyihii ay ka jareen wax allaale wax maanta agaba ama wax allaale wixii nolosha asaasiga ahaaba inay kala dagaalameen waxaan markaa fariin u dirayaa Soomaaliland iskuma hesho وحبان ما مولينا يو انت عن سو شيء بانو سمينينا ولنا واسي ودينا وحندر يا فرين تاس اني فكران ان عقلك الشقيو اني مصلحة درس نمادا مصلحة ان امد نمادا مصلحة الصوماليات كل بأي فيريان وحن رنتي فرين تلوادا ندر يا وحجرت كالصومالي لان واد مودو إني ولي مجتمع هذا أي سن ولي وجهين وح أي كل رقميان أما الدولة هن النقدان أما شعب كبا وح كسو بحي سول ما أنت وح أبا أنت هاي إني اسمه مشو أو حر نقطه أو أي نقطه ميل كعاجن لبعت ذا أي قبته كعاجن وعن فرين الدريا دولة فدرال كصومالية كو يلواتن عشو كدب وحانو تاغن هاي تالا دي شو هادادا انتي دماتي الله هون حريستو انتي داو انتينا الله هون بوغر ديو وحان مركا آدي يو آد أولاي هاي دولة دا فدرالكا سول وحي سوغيسا وحاوي قرن كالصومالي سوغيسا لبا قرن مجرو هل قرن باكجر الصومالي وحانو دوني انا قرن كالصومالي gobol kamida weeyo gobolka sool waxa ku dhacay iyo dhibaato ku dhacaysana waa mid cad weey
waxaanu doonaynaa inaad si dhaba fariintii hore aad u didheen mid ka xoogan baanu doonaynaa. Gobolkan waxaan doonaynaa inuu noqdo gobol ka mid a gobollada Soomaaliya oo nabdoon. Wuxuu u noqonayaa waxay tahay mawaaqiifta aad gaadhaan oo aad ka talisaan. taas weeye. Waxaan insha Allah fariin u dirayaa shalay oo aan arkay dad badan oo odayaal dir sheeganaya oo dhibaato yacni laascaano waxay ku sheegayaan yacni aysan jirin. Laascaano waxaa ka dagaalamaya dadkeedii baa ka dagaalamaya, dadkeedii deegaankii baa ka dagaalamaya, reer miyigii baa dagaalamaya, reer magaalkii baa dagaalamaya, dadkii u dhashay baa dagaalamaya, dad meel kale laga soo waariday ma joogaan mana ka dagaalamayaan. Waxaan weliba leeyahay Siciid Diiriyow, Siciid laba kitaablow, nin waxaa tahay nin habar jecel ah, waxaa tahay Axmed Faarax baa tahay, wiilasha ee jooga ee sool jooga oo hubka haysta oo ummadda maatada laynaya oo qaraacaya waa dadkaagii weeye. Been ha sheegin, ka kaxayso wiilashaada, ka kaxayso wiilashaada, ka kaxayso. Waa isgaranaynaa, isuma laablaabanayno. Dir iyo daarood meeshaan ma joogaan, dadkii deegaanka baa jooga. Haddii la soo xoojiyeyna harti baa soo xoojiyey. Inankuba toddoba habrood baa tihiin, toddoba oday baanuna. Intaasaa ishaysta. Waxaanu doonaynaa arrintaas inaan la dayalsan. Sool wax ku haray ma jiraan, wax yacni lagu xukumaa oo dib loogu xukumaana ma jiraan, wax yacni loogu hanqaltaagaana ma jiraan. Sool waxay doonaysaa nabadgelyo, waxay doonaysaa xasilooni, waxay doonaysaa iyadu inay noolaato, dadkeedu ay ku noolaadaan. Weliba khaasatan gobolka Sool waxa degan waa dhulbahanti. Dhulbahanti dhulkiisii horey baad u qaadateen. Intii hadhay ay ku noolaan lahaayeen walle inaydan khayr ka dheefayn. Iskaga baxaan leeyahay, caqliyaddiinnu ha shaqayso. Xuduudkeenna waa taqaaniin, waa gaatama, waaba lebiga gaatama wey, lebiga gaatama. Haddaad tagtaan nabad baad naga helaysaan, xasilooni baad naga helaysaan. Annagu ma rabno dhulkiinnaanaan rabin, dhiiggiinnaanaan rabin, dhibtiinnaanaan rabin, godobtiinnaanaan rabin, midna ma rabno. Inaad horumartaan oo walaalo aan inu noqonno baanu doonaynaa. Saasaanu doonaynaa. Asalaamu calaykum.